فريق النادي الاهلي النهارده نجح زي ما حضراتكم كان معاكم كابتن ايمن شوقي وبقيه النجوم في الاستوديو التحليلي، قدرنا ان احنا نكسب الاسماعيلي 3، النادي الاهلي قدر انه يكسب الاسماعيلي 3-1 في مباراه اقيمت بينهم على ملعب برج العرب. الحقيقه بيواصل النادي الاهلي سلسله تحقيق الانتصارات على المستوى المحلي، يمكن دي المباراه الثانيه اعتقد الثانيه بعد تاجيل مباراه سيراميكا كليوباترا بسبب اللعب في البطوله الافريقيه. النادي الاهلي بيصل للنقطه السادسه من فوزين ويواصل الزحف او الحفاظ على القمه الحقيقه اللي بيحتلها هذه او في هذا التوقيت مودرن فيوتشر، اللي استطاع ان هو يحصد 9 نقاط من 3 مباريات. يمكن مكاسب عديده النهارده من خلال اللاعبين زي ما شفنا بيرسيتاو بيحرز هدفين، التألق الشديد والكبير للنجم حسين الشحات، اللي حسين الشحات الحقيقه اللي عامل مباريات جميله جدا جدا. النادي الاهلي اطمأن على الجاهزيه الفنيه والبدنيه لكل اللاعبين، كمان شفنا تغييرات او بعض التغييرات في التشكيل من المدير الفني، وزي ما قلت لحضراتكم ان المدير الفني مارسيل كولر دائما ما يحاول ان هو يمنح الفرصه لكل اللاعبين في اطار عمليه التدوير اللي بيتبعها ما بين كل اللاعبين. النهارده كل واحد من اللعيبه اعتقد يعني ان هو صدق وتاكد انه في وقت من الاوقات هيلاقي نفسه بيلعب وبيلعب اساسي وممكن ماتش واثنين وثلاثه واربعه وعشره، لانه السنه دي زي ما قلت لحضراتكم ان احنا عندنا عدد كبير جدا من البطولات وعدد كبير جدا من المباريات اللي هنلعبها في هذه البطولات، بما اننا بننافس على كل البطولات يعني. فالفرقه ما فيهاش حد كمالت عدد بالمناسبه زي ما بيتقال كل موسم، ولكن الموسم لسه طويل. الاهلي عندنا ارتباطات كثيره جدا على المستوى المحلي والافريقي. فوز الاهلي النهارده على الاسماعيلي يمكن رساله واضحه وصريحه لكل المنافسين، ان شاء الله ان الاهلي عازم على الحفاظ على لقب الدوري، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل بهذا الشكل وبهذا الاداء وبالثلاثات وبالاربعات ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي الفوز في كل البطولات والمحافظة على بطولة الدوري العام.